كريم العدو من خدمة شعر فيما كتوقع شي حادثة ما حادثة سير كيفما كان نوعها فمباشرة أصابع الاتهام كتمشي للسائق المهني لا في قطاع نقل المسافرين ولا نقل البضائع ولا سيارة الأجرة ولا نقل المزدوج جميع أنماط يعني النقل بطبيعة الحال المهنية فكنظن على أن هذه أصابع الاتهام هي باطلة ولا أساس لها من الصحة لأن القانون كيبقى قانون وهذا كان مخاض ديال النقاش بيننا وبين الحكومات السابقة قبل ما يعني يكون قانون سير 0552 وقبل ما يكون التفعيل ديالو في فترة ديال التفاوض بيننا وبين الحكومات السابقة لا بد من تحديد المسؤوليات وفعلا أن تحديد المسؤوليات تم الاتفاق عليها مع الوزارات السابقة قبل قانون السير قبل التفعيل ديالو وهي من ضمن المقتضيات في هذا القانون تحديد المسؤولية علاش ما كتفعلش هاد المقتضيات أثناء وقوع حوادث السير إلا فعلا غادا تطبق هاد المقتضيات ويكونوا الليجان لا على المستوى المركزي ولا على المستوى الجهوي ولا المحلي فين ما توقع حادثة خاص هاد الليجان يمشيو لعين المكان وتكون معاينة شفافة ونزيهة لمراقبة ولتتبع يعني الملابسات ديال الحادثة غنعرفوا واش فعلا السائق أو الطريق أو التشوير وديك الساعة غنعاقبوا الإدارة اللي غفلات واللي هملت واللي ما دارتش خدمتها شي ما عندناش حنا دابا تقريبا ما يقارب 13 سنة وأكثر وتفعل القانون وقلنا هذا القانون راه غادي يجي منصف قانون غادي يكون فعلا في المستوى المطلوب ولكن للأسف القانون كيبقى قانون التنزيل ديالو على حسب مزاج كل إدارة ودائما فيما توقع الحادثة عاد نبداو نخدمه وأنا غنأكد هذه المسألة يعني من بعد حادثة المفجعة وهذه مناسبة كانت تقدم التعازي لأسر الضحايا الحافلة لنقل المسافرين اللي توفى واحد العدد ديال المواطنين والمواطنات كانت تقدموا التعازي للأسر ديالهم اللي وقعت ما بين مدينة خريبكة والفقيه بن صالح يعني على إثر هاد الفاجعة هذه مفروض المسؤولين ينزلوا لعين المكان الحكومة ككل واش أرواح المواطنين والمواطنات رخيصة لهذه الدرجة المفروض رئيس الحكومة والطاقم ديالو والوزارة المعنية تنزل لعين المكان وتمشي وتعرف الحقائق ماشي كفينا غير بلاغ اللي نزل البلاغ اللي صدر عن وزير التجهيز والماء اللي تأكد فيه وتتقدم بالتعازي غير في البلاغ وكيقول تحدد غلاف مالي قدره كذا من أجل إعادة تهيئة هذه الطريقة وحنا الطريق إذن مسؤولية إذن الوزارة اللي خصها تحمل وتقدم المحاكمة ماشي مسؤولية السائق لا تشوير لا إنارة لا سميتو المركبة أولا الطريق ثانيا الحالات المفاجئة ثالثا هاد نجيو للسائق ومسؤولية السائق راه كتبان راه كاين كذلك اللي غنقولوا السرعة راه كاين القرص ديال المراقبة في الحافلة يمكن المراقبة ديالو واش هاد السين واش هاد السائق المهني تجاوز السرعة اللي هي مسموح بها كذلك ما احترمش العلامات هادو هما المسؤولية أو كان فعلا هادي في العالم ماشي غير السائق المهني جميع السائقين غنقل واش فعلا تناول شي مخدر أو كذا أو هذا يعني وهنا هاد المسؤولين وهاد الإدارات اللي ما دايرينش خدمتهم ملي تتوقع الحادثة المفروض خصو ينزلوا لعين المكان هاد نقلبوا المركبة وشكون اللي يقلبها راه الوزارة الوصية وزارة النقل التقنيين ديالها يكونوا في عين المكان باش يقلبوا المركبة واش الفران صالح واش الفراميل مزيانة واش المركبة كذا نعرفوا الخلل فين كاين لأن والله غالب كذلك نشوفوا الطريق الناس ديال التجهيز والناس الامن الجهاز الامني حنا كنشوفوا في الحادثه غير الدراك ولا الامن صافي والاسعاف كيتعطل وراك شفتوا الحاله الواقع المر والممل ديال الدوله المغربيه في هذا المجال هذا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس